السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. أتعمد في بداية كل حلقة أن أقول والله لا أقدم هذه السلسلة الآن انتقاصا لقدر الأمة، أو تقليلا من شأنها، أو لأنني أريد أن أقيم من خلالها الحد على الأمة إما بالجلد أو الرجم، حاشا لله، بل أقدمها حبا للأمة وإشفاقا لأجلها ونصحا لها، لأنها الأمة التي ملأ حبها قلبي بفضل الله جل وعلا. ولم لا، وهي الأمة المرحومة، الأمة الميمونة، كانت ولا زالت وستظل بإذن الله وحمده خير أمة أخرجت للناس، حتى وإن مرت بمرحلة من أخطر مراحل الضعف كما تمر بها أمتنا الآن. فلا ينكر عاقل أن أمتنا أصيبت بعلل كثيرة وأمراض كبيرة خطيرة، وقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان أن ننهض جميعا بلا استثناء لنستل جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. وإلا فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه، فظل في ضنكه وبلائه ودائه وشقائه. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع داء يفسد الدين والدنيا والدنيا والآخرة. من ابتلي بهذا الداء عرض نفسه للبلاء ولغضب رب الأرض والسماء وللعنة رب الأرض والسماء، وعرض نفسه لعذاب الله جل وعلا في الآخرة. إنه مرض عضال وداء كبير، إنه الاستخفاف بالدماء. بتقول إيه؟ أول مرة نسمع عن المرض ده، الاستخفاف بالدماء. سيتضح لك الأمر جليا مع انتهاء الحلقة بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة، لا أعرف زمانا أصبحت فيه الدماء أرخص من التراب كهذا الزمان. لا أعرف زمانا أصبحت فيه الدماء أرخص من التراب ك
كهذا الزمان عالم محروم من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية الحديثة، على الرغم من التخطيط الدقيق المبني على أسس علمية ونفسية لمحاربة الجريمة، وبالرغم من ذلك فقد العالم نعمة الأمن ويشعر عن الأمان وسط الركام. عالم حرم من راحة البال واستقرار الضمير، بل تحولت الوسائل الأمنية ذاتها إلى مصادر رعب، إلى مصادر رعب وإلى أسباب للإبادة. ملايين البشر ينتظرون الموت في كل لحظة، وينتظرون القتل في أي ساعة، يعيشون في ظلام على الرغم من كثرة الأضواء. أصبحوا لا يستشعرون بحلاوة لهذا العيش في عالم أصبح يفعل فيه الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. عالم لم يستطع إعلامه الدجال، إعلام أبي لمعة الفشار، لم يستطع أن يجمل صورته، لم يستطع أن يجمل صورته أو أن يحسن حقيقته، حتى وإن سمى هذا الإعلام الاحتلال تحريرا والتدمير تعميرا. فالحقائق لا تزيف بهذه الصورة الرخيصة، ولا ينطلي هذا إلا على السذج والرعاع. عالم سفكت فيه الدماء ومزقت فيه الأشلاء ودمرت فيه بيوت وحطمت فيه مدارس وأبيدت فيه مزارع وأبيدت فيه حضارات من مئات بل من آلاف السنين. لماذا؟ لأن الدماء أصبحت رخيصة، لأن الدماء أصبحت رخيصة. أخي أنا لا أبالغ إن قلت لك افتح أي نشرة إخبارية في أي ساعة من ليل أو نهار، وأتحدى إن لم تسمع في هذه النشرة أخبار القتل وأخبار سفك الدماء وأخبار تمزيق الأشلاء. وصدق رسول رب الأرض والسماء فقد أخبرنا الصادق بهذه الصورة. معقول النبي اتكلم عن كثرة الدماء والقتل اللي موجود الآن؟ أيوة، ما ترك الحبيب شيئا إلا وبينه لنا وأخبرنا به. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: بأبي وأمي وروحي لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، القتل القتل. كثر ولا ما كثرش؟ كثر القتل. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا، خد الرواية دي وخلي بالك منها قوي. من أعجب ما قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، يقسم وهو الصادق، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يا الله، أقول الرواية تاني؟ أنت سمع النبي محمد بيقول إيه؟ بيقول: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل.
الرجل اللي جاي من أقصى الأرض ده، لو سألته ما الذي جاء بك إلى هنا إلى بلاد المسلمين، لماذا تقتل هؤلاء الأبرياء من النساء والأطفال والمشايخ، يقول لا أدري. وهذا المسكين الذي قتل وهو في بيته، وهذه المسكينة التي سفكت دماؤها وهي في دارها، لماذا قتلت؟ والله لا تدري، والله لا تدري. ثم تزداد المصيبة وتزداد الكارثة، أن يقتل هذا المسلم المسكين على يد أخي المسلم، على يد أخيه المسلم، أو تقتل هذه المسكينة على يد مسلم، وتزداد الكارثة، أن يدعي هذا المسلم القاتل أنه ما قتلها إلا لله، أو أنه ما قتل هذا الأخ المسلم إلا لله، إلا من أجل أن ينصر دين الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استنى استنى، أنت بتعمل إيه يا ناس؟ الدماء مش رخيصة، والله العظيم الدماء ليست رخيصة وليست حقيرة إلى هذا الحد الذي أصبحنا نرى فيه الدماء تسفح وتسفك بلا ضابط من دين أو وازع من خلق أو ضمير. الله جل وعلا كرم الإنسان غاية التكريم، خلق الإنسان بيده، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله كرم الإنسان، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وأنزل الكتب من أجله، وأرسل الرسل جميعا من أجله، ووضع له ربنا تبارك وتعالى شريعة محكمة ليضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. ولا يستطيع أبدا، وليس من حق أحد أبدا، أن ينتقص قدر هذا الإنسان. وضع الله جل وعلا في مقدمة حقوق هذا الإنسان حق الحياة، وضع الله في مقدمة حقوق هذا الإنسان حق الحياة. وحق الحياة أيها الأحبة حق لا يجوز لأحد أن يستبيح حماه أو أن ينتهك حرمته، فليس من حق بشر أن يسلب حياة بشر آخر. لا يسلب هذه الروح وهذه الحياة إلا واهب الحياة، أو في حدود شريعته التي وضعها، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من أجل ذلك جاء هذا الإسلام العظيم، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للدنيا كلها حرمة الدماء وحقيقة الدماء، وليبين لهؤلاء المجرمين الظالمين أيا كانت ملتهم وأيا كان معتقدهم ممن يستخفون بالدماء ولا يقدرون حرمة الدماء، جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لهؤلاء خطر الأمر، فيجعل ربنا جل وتعالى القتلة الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله في صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا اسمع كده، خلي بالك معاه من الوعيد ده. أنا بقول والله العظيم لو فتحت القرآن من أول الفاتحة إلى سورة الناس لن تجد وعيدا كهذا الوعيد في حق من قتل نفسا مؤمنة بغير حق. اقرأ معي قول الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خلي بالك هذا حكم ربي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إيه ده فيه وعيد في القرآن كله كهذا الوعيد؟ اقرأ معايا الآية تاني.
اسمع معايا وخلي بالك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أقول الآية كمان مرة ثالثة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حبيبي، من يقدر على هذا الوعيد؟ من يقدر على غضب الله؟ من يستطيع أن يتحمل لعنة الله؟ من يقدر على عذاب الله في جهنم؟ فالطعام في جهنم نار، الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. من يقدر على هذا الوعيد؟ من يقدر على أن يعرض نفسه لغضب العزيز الحميد أو للعنة الله جل وعلا بالقتل، بسفك الدماء، بالاستخفاف بالدماء، بالتعدي على حياة الناس وانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم؟ ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو على عرفة في هذا اليوم الكريم المهيب، وقف الحبيب خطيبا في حجة الوداع ليبين للصحابة وللأمة وللبشرية كلها مكانة الدماء وحرمة الدماء، فيقول كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل في صحيح مسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، اسمع، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا أو مسترضعا في بني هذيل في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم لن ينسى أن يبين مكانة المرأة المسلمة في هذا الموقف المهيب الجليل، فقال وهو يتحدث عن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال، تحدث عن حرمة النساء وحرمة المرأة المسلمة، فقال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي يوم النحر ثاني يوم مباشرة في منى وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم خطيبا مرة أخرى، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقف الحبيب بأسلوب نبوي بياني بليغ لم يتكلم به إلا من أتاه الله جوامع الكلم، فوقف الحبيب يقول: أيها الناس، أي يوم هذا؟ خلي بال حضرتك من هذا الخطاب النبوي البليغ، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يا سلام على الأدب العالي، ما هم عارفين اليوم، لكن شايف الأدب مع رسول الله؟ أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال الحبيب: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. فقال الحبيب: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. اسمع بعد كل هذا الحوار المشوق، قال: بأبي وأمي وروحي، فإن دماءكم فبدأ بالدماء،
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم أن نلقى الله عز وجل أو إلى يوم تلقون الله عز وجل. ثم رفع يده وقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم قال: ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يا الله، روى البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اسمع الحديث الثاني: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور، ورطة كبيرة ورطة سودة، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الحديث الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا مين؟ إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. كلكم عارفين قصة أسامة. من أسامة؟ الحب بن الحب، أسامة بن زيد، حبيب رسول الله، ابن حبيب رسول الله، أسامة ابن زيد الذي كان يقال له في يوم زيد بن محمد، زيد بن محمد، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ولده أسامة الذي كان يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على ظهر دابة واحدة. عاوز حضرتك بس تتصور المحبة اللي في قلب النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة ابن زيد رضي الله عنهما. خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه مع مجموعة من الصحابة إلى جهينة، قبيلة مشركة ما أسلمت بعد في هذا الوقت. قال أسامة رضي الله عنه: فهزمناهم، فصبحنا القوم فهزمناهم. خلي بالك والله. قال: فأدركت أنا ورجل من الأنصار، يعني من الصحابة، أدركت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، رجلا مشركا يجري. قال: فلما أدركناه وغشيناه ورفعنا عليه السيوف، قال الرجل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري. الله أكبر. الأنصاري الصحابي الجليل من الأنصار كف عنه السيف، لم يقتله. يقول أسامة: أما أنا فطعنته برمحي حتى قتلت، طعنته برمحي حتى قتلت، قتلت. قال: فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت لأسامة بن زيد رضي الله عنهما وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، إنه إنما كان متعوذا، يعني الرجل ما قال لا إله إلا الله إلا خوفا من السيف أو خوفا من الرمح أو خوفا من القتل. والرسول يقول: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وظل النبي يردد هذه اللفظة، يقول أسامة: فما زال النبي يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال له النبي: فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة: فقلت: استغفر لي يا رسول الله، تبغفرها لي، استغفر لي يا رسول الله. قال: فجعل النبي لا يقول إلا: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يا ناس، يا مسلمون، ده رجل كافر أصلي، هذا كافر أصلي، هذا كافر أصلي، قال لا إله إلا الله. اسمع ماذا يقول النبي لأسامة وهو من هو، وهو حبيب قلب رسول الله: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ بقول لحضرتك ده كافر أصلي، وردد لأول مرة لفظة لا إله إلا الله. فما ظنك بالموحد الأصلي، بالمسلم الأصلي الذي عاش طوال حياته يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم رمضان وتسفك دماؤه بهذه الصورة البشعة، ويكمن والألم والمصيبة أن يقتل هذا باسم الدين، باسم الإسلام؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. الإسلام بريء من هذه الدماء التي تسفك باسمه كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. رجل بيصلي معايا، كان معايا في المسجد، مسلم أصلي، موحد أصلي، بيقول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بيصلي. يا أخي أنت ما تشقش عن قلبه، ما تقولش ده منافق. إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس أو أن أنقب عن بطونهم. الذهيبة لما بعثها علي بن أبي طالب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، فقسمها رسول الله بين بعض أصحابه أو بين نفر من أصحابه، فقال رجل: اتق الله واعدل. وفي رواية: إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنق هذا المنافق؟ قال: لا، دعه، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال المصطفى: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق بطونهم، أنا غير مسؤول عن هذا. رجل يوحد الله جل وعلا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي معك، يصلي معك، تستحل لنفسك أن تقتله بأي دليل، بأي عذر؟ أخاطب إخواني الآن في الجزائر، والله من كل قلبي، في المغرب، في السعودية، في اليمن، في كل مكان، أخاطب إخواني الآن ممن لا يحسنون أن يفهموا الأدلة ولا يعرفون مراتب الأدلة ولا يستطيعون أن يحققوا مناطات الأدلة. قد ينطلق المسلم من منطلق حماس فوار أو غيرة صادقة لدين الله تبارك وتعالى، لكن أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ورب الكعبة أخاطبك لله، لله، ماذا ستقول لربك يوم القيامة ويدك ملطخة بدماء الأبرياء، بدماء الأبرياء، بل من الموحدين، من المسلمين، من المصلين؟ رجل يصلي ويخرج ليذبح، ليسفك دمه، لتمزق أشلاؤه، وباسم من؟ باسم الدين وباسم الإسلام؟ والله لا يرضي الله جل وعلا، والله ليس هذا من الإسلام قط، وليس هذا من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. يا الله، طب خذ رواية تانية صريحة، صراحة عجيبة، وفي البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، من حديث المقداد ابن عمرو رضي الله عنه. خلي بالك،
المقداد بن عمرو ممن شهدوا بدرا. يعني ايه؟ ده موضوع كبير. يعني لعل الله، والحديث في الصحيحين ايضا، لعل الله، النبي بيقول كده، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، وفي لفظ فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. دول مين؟ دول اهل بدر، اهل بدر. والمقداد بن عمرو من اهل بدر. اسمع بقى بيقول للنبي ايه عليه الصلاة والسلام، بيقول له يا رسول الله، يا رسول الله، خلي بالك، والله يا رسول الله، ان لقيت كافرا، يا خبر ابيض، ده سؤال واضح اهو، ان لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة، لاذ، لجأ هذا الكافر إلى شجرة واحتمى بها. أرأيت إن قاتلت، لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله، أسلمت لله. وفي رواية في الصحيح قال فلما أهويت عليه قال لا إله إلا الله، لما أهويت عليه بالسيف قال لا إله إلا الله، أنا مسلم، أأقتله؟ يقول المقداد لرسول الله أأقتله؟ فقال المصطفى لا، يا خبر، ده كافر، ده قطع إيده. بقول فقطع يدي، فضرب يدي بالسيف فقطعها، بيقول له أأقتله؟ قال لا، لا تقتله. قال يا رسول الله إنه قطع يدي، قطع يدي، وما قال هذه الكلمة إلا خوفا، إلا حينما أهويت عليه بالسيف، أأقتله؟ قال لا، قال لا. اسمع، فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حديث في البخاري ومسلم وغيرهما، إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي كلمة أسلمت لله أو لا إله إلا الله. أمر خطير جدا يا إخواني، في غاية الخطر. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. كيف تحمل سلاحا على أخيك المسلم؟ كيف تحمل سلاحا على أخيك المؤمن؟ من حمل علينا السلاح فليس منا، كلام النبي الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. جرائم الثأر، جرائم الأخذ بالثأر بلا ضوابط شرعية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القاتل يقتل عن طريق ولي الأمر أو من ينوب عنه، حتى لا تتحول مجتمعات المسلمين إلى فوضى. أما أن يقتل أي رجل في العائلة حتى لا يدنس شرف العائلة التي قتل منها الرجل أو تنتهك حرمتها فيقتل أي رجل آخر، فهذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين أبدا. بل القاتل يقتل في حدود الضوابط الشرعية، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والحديث في الصحيحين. أما أن يتحول مجتمع المسلمين إلى فوضى بدعوى الأخذ بالثأر والانتقام للكرامة والشهامة والمروءة فيقتل رجل لم يقتل، فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى، وليس من هدي رسول الله
صلى الله عليه وآله ومن والاه، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قد يتصور بعض أحبابنا وبعض إخواننا أن الدماء لها مكانة ولها كرامة ولها حرمة للمسلمين فقط. لا والله، بل اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أود لو سمعته الدنيا كلها، لو سمعه أولئك الذين يستخفون بالدماء ويسفكون دماء المستضعفين من المسلمين في الليل والنهار في العراق، في فلسطين، في الشيشان، في كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المصطفى، والحديث رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير ورواه النسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن أمن أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. صلى الله على محمد بن عبد الله، صلى الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فليسمع أهل الدنمارك الذين أساءوا لضرة تاج الجنس البشري كله، فليسمع الغرب، فليسمع الشرق، فلتسمع الدنيا كلها، فلتسمع الدنيا كلها لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا الله يا الله، هات لأي مخلوق على وجه الأرض وإن ادعى أنه قد وضع للبشر من المناهج والقوانين ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، هات قولا بليغا يبين كرامة الإنسان وحرمة الدماء ككلمات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. صلى الله على محمد. معقول الكلام ده؟ لا، خلي بالك خلي بالك، لو أن امرأة مسلمة من أمهاتنا الفقيرات، لو أن أختا من أخواتنا الفاضلات أمنت رجلا ولو كان مشركا، فلا يجوز لأحد في المسلمين أن ينقض أمان هذه المرأة أو أن ينقض عهدها أو أن يغفر ذمتها. كلام خطير اللي أنت بتقوله ده مولانا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة محتاجة ترجع للنبي، محتاجين نرجع للقرآن والسنة، محتاجين نرجع لكلام العلماء الربانيين والدعاة الصادقين بدون إهانة لأحد وبدون تجريح لأي أحد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه اسمع: وذمة المسلمين واحدة. أيوة، وذمة المسلمين واحدة، مش أنا ابن 9 شهور وانت ابن 6، لا إطلاقا. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يسعى بها أدناهم أقلهم. اسمع: فمن أخفر يعني إيه؟ يعني نقض العهد. فمن أخفر مسلما، أي من نقض عهد مسلم. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. تاني يا مولانا، والله تسمع عن الرواية دي. الكلام ده يا أخي موجود في السنة؟ والله موجود في سنة النبي. عاوزين كل الناس يسمعوا الكلام ده عن الله وعن رسول الله.
لأن لا يمكن أبدا تنتزع العقيدة الفاسدة إلا بعقيدة صحيحة. أقولها لله، لا ينتزع الفكر إلا بفكر، ولا تنتزع العقيدة إلا بعقيدة. ولو تقدم رجل ليقتل إنسانا وهو يعتقد أن قتله لهذا الرجل نصرة لدين الله، والله لو حاصرته بالمدافع والطائرات والدبابات لن يتراجع، لن يتراجع، لأنه يريد الجنة من وجهة نظره. أما إن أردت أن توقف هذا الرجل عن قتل الآخرين بغير حق، فبين له الحق، بين له الحق بلا تهكم أو سخرية أو استهزاء أو طعن، وإنما بين له الحق بدليله. ما طلعش أقول بقى ده دول مثلا شوية سمكرية ولا شوية لصوص ولا شوية، لا، بين لهؤلاء الحق بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير، لأن الفكرة لا ينتزع إلا بفكر، ولأن العقيدة الفاسدة لا تنتزع إلا بعقيدة صحيحة، فلنبين الحق بدليله. ثم بعد ذلك يؤخذ على يد الظالم ويحال بينه وبين الإفساد في الأرض وبين سفك الدماء وتمزيق الأشلاء. هذا ما ندين به لرب الأرض والسماء، ونخاطب الأمة، وأخاطب المسؤولين في الأمة، وأخاطب شباب الأمة أن يعودوا مرة أخرى إلى دين الله بفهم الصحابة ثم بفهم العلماء الربانيين. لأنني أقول دوما الحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع، بإخلاص النية لله وباتباعك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا تخطو على الطريق خطوة، ولا تتكلم في دين الله كلمة إلا بعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله العلم على العمل في الآية، قال فاعلم، ثم بعد ذلك قال واستغفر، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. نعم أخي الحبيب، لا تخطو على الطريق خطوة إلا بمراجعة الربانيين من العلماء، وما أكثرهم في أمة إمام الأنبياء بفضل الله، لا يخلو زمان ولا مكان من أبناء الطائفة المنصورة، كما قال المصطفى في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اسمع الرواية الثانية، أنا ما نسيتش، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، يعني نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. بل لقد جاءت أم هانئ، أم هانئ، والحديث في الصحيحين، الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، قالت وهو يغتسل بأبي وأمي وروحي، وتستره ابنته فاطمة بثوب، فاطمة الزهراء تستر أباها المصطفى بثوب وهو يغتسل، فجاءت أم هانئ أخت علي ابن أبي طالب وقالت بعدما اغتسل النبي وصلى عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، اسمع، زعم ابن أمي علي، أخوها زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين أجرته، يقال له فلان بن هبيرة. وفيه تفصيل بديع للحافظ ابن حجر لمن أراد أن يقف عليه في فتح الباري في هذا المسمى، يقال له فلان ابن هبيرة. اسمع، أم هانئ بتقول للنبي: زعم ابن أمي علي، أخويا علي رضي الله عنه،
مصر على أن يقتل رجلا أنا أجرته، أعطيته أمانا. زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته يقال له فلان ابن هبيرة، وفي رواية أبي داود مشركا أجرته، فقال لها صلى الله عليه وسلم: الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي رواية أبي داود: وأمنا من أمنت يا أم هانئ. أي خلق في سماء الوفاء هذا، أي خلق في سماء الصدق هذا. إنه محمد بن عبد الله: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمنا من أمنت يا أم هانئ. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة، رجل أعطيته عهدا لا يجوز أبدا أن تقتله إلا أن تنبذ إليه عهده أو أن ترد إليه عهده، هذا هو ديننا، حتى ولو خان الكافرون والمشركون لا نخون، ولو نقضوا العهود لا ننقض العهود، لأن لنا دينا يضبط مشاعرنا وأقوالنا وأخلاقنا بل وأحوالنا القلبية. ليس من حق أي أحد أن يتكلم بهواه أو أن يتحرك على الأرض بهواه، بل بدين الله، لا يتكلم إلا بدين، ولا يتحرك إلا بدين، ولا يحب ولا يبغض إلا بدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وإن كانت الآية في اليهود فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، كما قول علماء الأصول. مش من حقك تقول أنا أعمل اللي على هوايا أو أعمل اللي على كيف وأنا شايف أن دي هي النصرة للدين. لا يا أخي، ما دليلك؟ الدليل كذا، تعالى. هل حققت مناط الدليل؟ لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة. فيه كافر محارب نقاتله بملء الفم، أقولها لله، نقاتله. رجل كافر حربي أتى أرضنا وديارنا وبلادنا ليقاتلنا ليقتلنا، فلنقاتله ولنقتله، هذا دين الله جل وعلا. وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال تعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا لا خلاف عليه بين علماء الأمة قاطبة من قدامة ومعاصرين ومعاصرين، بل هذا إجماع لمن فتح الليلة أي كتاب من كتب الفقه. هذا الكافر المحارب لا حرج، لكن معاهد لا يجوز أن نقتله، مستأمن لا يجوز أن نقتله، ذمي يعيش بين المسلمين وهو من غير المسلمين لا يجوز أن نقتله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا دين يا إخوة، هذا دين. وأرجو من أحبابنا وشبابنا وأولادنا في مصرنا وفي العالم الإسلامي كله أن يفطنوا بذكاء إلى ما يعرف بفتنة الطائفية، لأن هذا مسمار يريد أعداء الأمة أن يطرقوا عليه من آن لآخر ليمزقوا الشمل، ليضعفوا أمة التوحيد، وليضعفوا بلاد المسلمين، لتصبح لقمة سائغة. احذروا من أن تشعلوا نار ما يعرف بالفتنة الطائفية، وانتبهوا بذكاء لمن يريد أن يؤجج نار هذه الفتنة، ولمن يريد أن يشعل نار هذه المحنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا دين ربنا وهذا دين حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. والله أخاطبكم وقلبي يحترق ورب الكعبة لا أقولها إلا لله جل وعلا، لأن الأمر دين، لأن الأمر دين. ولذلك يا إخواني اعلموا أن أول أمر يقضي الله جل وعلا فيه يوم القيامة الدماء أول، والحديث في البخاري ومسلم، وأنا لا أذكر حديثا بفضل الله جل وعلا إلا وأنا أعلم تماما درجة الحديث. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. طب يا عم الشيخ ده أنت قلت لنا قبل كده حديثا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أنا مش ناسي ولا تعارض بين هذا وذاك، فالصلاة حق الله والدماء حق العباد، وقد جمع النبي بينهما في رواية واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء. فالصلاة حق لربنا والدماء حق للعباد. والله لن تتجاوز القنطرة بعد الصراط إلا وقد أديت ما عليك من حق للعباد، مستحيل. لو أنت من أهل الدين والتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وسفكت دما، لا يمكن أبدا أبدا أن تدخل جنة الله إلا وقد أديت ما عليك من حقوق. أتدرون من المفلس؟ والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا، خلي بالك، وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم في الدنيا، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، ما عرفش حضرتك مستشعر معايا أخي الفاضل وأنت أيتها المسلمة، مستشعر معايا المشهد الرهيب ده حين تدنو الشمس من الرؤوس في يوم الفضيحة. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. في يوم الفضيحة الشمس فوق الرؤوس، جهنم أتي بها إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا خبر أبيض يا أخي، عاوزك تعيش معايا والله، مش عاوزك تسمع بس، عاوزك تعيش بسمعك وبصرك وكيانك وقلبك. الناس في أرض المحشر عراه عراه كما ولدتهم أمهاتهم، ما فيش لا مناصب ولا جاه ولا أموال ولا أطيان ولا أي شيء، عراه يقفون بين يدي جبار السماوات والأرض وملك الملوك. الشمس فوق الرؤوس يا خبر أبيض بمقدار ميل، يا ترى الميل المسافة المعروفة ولا الميل اللي هو مكحل العين؟ الله أعلم. والشمس فوق الرؤوس والعرق، الناس غرقانة في العرق. طب جهنم مع كل ده يؤتى بها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر يا رب سلم وتزمجر غضبا منها لغضب الله تبارك وتعالى. والناس يقفون في هذه الساعات الرهيبة وقد انقطعت الأنفاس واحتبست والكل ينتظر، وفي هذا الموقف المهيب الرهيب ينادى: أين فلان ابن فلان؟ مين؟ أنا، هذا هو اسمي. ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ أقبل أقبل أيها القاتل، أقبل أيها السفاح، أقبل أيها السفاك للدماء. وفجأة يخرج من أرض المحشر ومن الموقف كل من قتلتهم في الدنيا. يا الله، كل من قتلتهم في الدنيا كله يطلع. القاتل ده فلان، يتلموا حواليك يحيطون بك ويدفعونك دفعا إلى الملك. يا الله، يجرونك جرا إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. القاتل والقتلة، أو من قتلوا، من قتلوا، كل قتيل
متعلق في القاتل. شوف انت بقى قتلت كام، قتلت رجلا وامرأة، ولا قتلت 5 ولا 10 ولا 100 ولا 1000، ولا قتلت دولة ولا قتلت أمة، كل ده يحيطون بك. وخلي بالك من المشهد، كل قتيل أوداجه الأوداج اللي هي عروق الرقبة تشخب دمه. انت حضرتك عايش معاه الموقف ده، كل قتيل العروق اللي في الرقبة عمالة تطلع دم دم دم، مشهد بشع. تصور بقى حواليك انت كم قتلت، كم واحد حواليك، 5 حواليك، 10 حواليك، 100 حواليك، دولة حواليك، أمة، بتدفعك دفعا إلى ملك الملوك، وكل واحد يقول يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني، قتلني ليه، سلب مني الروح والحياة ليه، سلب مني الحياة ليه، سل هذا فيما قتلني. حديثه رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: يجيء القاتل يوم القيامة، يجيء القاتل يوم القيامة يدفعه من قتل وأوداجه تشخب دمه، تشخب دمه، تتفجر بالدماء. يقول: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دمه، يدفع القاتل دفعا بين يدي الله جل وعلا ويقول: أي ربي سل هذا فيما قتلني. ما جوابك؟ هتقول إيه؟ ماذا تقول لربك جل وعلا يا من تسفك الدماء باسم الإسلام؟ من قتل عثمان بن عفان، من قتل عثمان بن عفان، عثمان ذو النورين، عثمان زوج ابنتي رسول الله، عثمان صاحب بئر رومة، عثمان مجهز جيش العسرة، عثمان خليفة المسلمين، من قتله؟ طعنه 9 طعنات أحد القتلة المجرمين. وأنا أبرئ الصحابة جميعا من دم عثمان، هذا ما أدين به لربي، أبرئ الصحابة جميعا من دم عثمان، أبرئ عليا وأبرئ أبا هريرة وأبرئ الحسن وأبرئ الحسين وأبرئ محمد ابن أبي بكر وأبرئ عمرو بن الحمق الخزاعي وأبرئ جميع أصحاب الحبيب النبي من دم عثمان رضي الله عنه وعنهم جميعا. قاتل عثمان يطعن عثمان 9 طعنات بخنجر مسموم. اسمع ويقول ايه، يقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدره عليه، و3 طعنات لله تعالى، لله تعالى. يقتل عثمان باسم الله، يقتل عثمان باسم الدين، وكم سفك الدماء محرمة باسم الإسلام وباسم الدين، والإسلام منها بريء كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. الله الله في الدماء، لا تستخفوا بالدماء، قدروا الدماء واحترموا الدماء. وددت أن لو ترجمت هذه الكلمات ليسمعها كل رجل وكل أحد، ليسمعها الشرق وليسمعها الزعماء في الغرب وفي كل مكان. الله الله في الدماء، الدماء لها حرمة، الدماء لها حرمة، فلا تستخفوا بالدماء، فإن أول ما يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة بين خلقه وبين عباده في الدماء. طب بسرعة، ممكن الرجل اللي ارتكب المصيبة دي والكبيرة دي، اللي قتل مسلما أو قتل مسلمة، ممكن يا مولانا يرجع لربنا؟ أيوة يرجع، يلا دلوقتي يرجع، يرجع لله تبارك وتعالى ويجدد التوبة. ممكن ربنا يقبله؟ أيوة يقبله، يقبله يقينا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. يلا توب، توب الآن يا من سفكت الدم المحرم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وليس كما قال أحد أحبابنا وإخواننا الصحفيين الكبار، قال: أنتوا كده مشايخ بتفتحوا الباب على مصرعيه للقتلة وسفكين الدماء، إنهم يقتلوا الناس بالباطل وبعدين تقول له تعالى توب ربنا يقبل التوبة. لا بالعكس، ده أنا لو أغلقت الباب في وجهه لاستفحل خطره، لانتشر خطره، لا يائس من الحياة وراح يسفك الدماء بالباطل وبالضلال. لكن أقول له: نعم الباب مفتوح، وهذا دين، هذا قرآن، وهذه سنة، ولا تسع الوقت لسرد الأدلة في هذه المسألة لأن الوقت انتهى. لكن أقول لمن سفك الدم الحرام: يلا تعال الآن، عاهد ربك وأنت تسمعني أو
أين كان أيا كان مكانك، عاهد ربك على أن تقبل إليه وأن تعود إليه وأن تطهر يديك من هذه الدماء المحرمة وأن تعود إليه سبحانه وتعالى وأن تبكي دما بدل الدمع لعل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتوب عليك وأن يقبل منك. وكلكم يعرف قصة الرجل الذي قتل مئة، الذي قتل مئة وعاد إلى هذا العالم فدله العالم على فتوى جميلة وبين له أن الله عز وجل أقبل توبته. قال ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. واترك أرضك فإنها أرض سوء، اترك أرضك فإنها أرض سوء. قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا نصف الطريق مات، مات في نص الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة اسمع، جاء تائبا مقبلا بقلبه، لسه ما عملش حاجة ده بالقلب بس، جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب ما لم يعمل خيرا قط. اختصموا فأرسل الله إليهم ملكا ليحكم بينهم، فقال الملك قيسوا المسافة فإلى أيتهما كان أدنى أي أقرب فهو من أهلها. فقال الله عز وجل لأرض الطاعة، لأرض التوبة، أوحى الله إلى هذه الأرض المعصية، أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. يا الله ربك قبله، قبله ربك سبحانه وتعالى. أوحى الله لأرض المعصية أن تبتعد ولأرض الطاعة والتوبة أن تقترب وأن تقبل. فقبضته ملائكة الرحمة برحمة من الله جل وعلا. فأقبل يا من تلطخت يدك بالدماء، جدد التوبة الآن وعاهد ربك على الأوبة وعلى أن تعود للعلماء الربانيين. لا تأخذ الفتاوى في هذه المسائل الكبيرة من مواقع الإنترنت، لا، بل عد إلى الربانيين من العلماء. وإذا أفتاك العالم ولم تصادف الفتوى هواك فإياك أن تتهم العالم بأنه باع دينه وبأنه باع قضية الأمة. لا، لا تدعي لنفسك أنك أغير على دين الله من عالم رباني أو من داعية صادق نذر نفسه لدين الله تبارك وتعالى. فالأمر دين، ليس بالحماس الفوار ولو كان صادقة، وليس بالنية ولو كانت صادقة، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع. الله الله في الدماء، أسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان وأن يحفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين يا رب في فلسطين، ورد الإخوة هنالك المتقاتلين المتناحرين إلى الحق ردا جميلا، واحقن دماء المسلمين في العراق، واحقن دماء المسلمين في الشيشان وفي أفغانستان وفي بلاد الحرمين وفي الجزائر وفي بلاد المغرب وفي موريتانيا وفي السودان وفي مصر وفي كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، ورد إخواننا وشبابنا وأخواتنا ونساءنا وأولادنا إلى الحق ردا جميلا، وعلمنا وفهمنا وبصرنا وردنا إلى ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. سامحوني على هذه الانفعالة، والله أسأل أن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.